معقول مجنوبة. قاعدة بنطر 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 كرمال شو ما بعرف. وصل عليك. رجع رجع. ايه شو شو ياسمين؟ دكتور عامر سوري ما انتبهت لك يعني. يمكن قد ما الكم يوم كبير. شو خلصت النقلة؟ يعني إذا بتستقبلوني. يي أهلا وسهلا فيك. أساساً أنا قاعدة بهديك البناية فإذا عزت حيلا شي إحنا بخدمتك. أكيد. يلا أنا مش رح أعطلك بقى عن شغلك. أوكي. ليك على فكرة أنا كنت رح أشرب قهوة. والله؟ إيه هونيك براس الشارع في محل بيعمل قهوة كتير طيبة فوقت أزهق لحالي بالبيت بنزل بغير جو تحت. أكيد ضروري. يعني إذا شي نهار حبيت تاخد قهوة هونيك براس الشارع كافي أسامة. أكيد. ما رح أعطلك. مبروك النقلة. الله يبارك فيك. طب شربت قهوتك؟ إذا بدك بجيب لك قهوة معي. إذا ما في عذاب ما عندي مشكلة. لا 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 أبداً. أنا قصدي عادي عادي كتير. طيب نشوفك. باي. شو؟ أنا طبيب نفسي. سوري فكرتك دكتور جراح أو شيء. ليه في شيء عم يوجعك؟ ليك أنا من الأشخاص اللي قليل ما يمرضوا. حلو. بحب البنت اللي بتهتم بحالها. هلأ إذا ما بيعتبروا الشوكولا منتج حيواني فأنا فيك تعتبرني نباتية. برافو حلو كتير. هلأ أنت فاتح عيادة؟ بصراحة أنا جيت من برا وعم فتش على كلينيك تكون قريبة على بيتي. بتعرفي عجقة بيروت شي بيقتل. لا والله معك حق بس إذا بدك أنا فيي ساعدك يعني فيي أسألك. كن ممنونك. جارنك جديد إزايك؟ تمام الحمد لله. إيه بقيتي بتشربي قهوتك عندنا ولا إيه؟ صار يخلص دوامك عبكير من العيادة. إيه والله لا إلا لمدام روز. لا من الناحية دي تطمني خالص زمان كل التقارير وصلت لها. يعني أنا أفهم إيه دلوقتي؟ انه مهضوم وحلو وطبيب نفسي وبس. لا مش بس عم بينبش على كلينيك هون قريبه وانا عم سابه. يعني من الاخر كده حبتيه ولا لا؟ طولي بالك هلا يعني مش احبه من الاول. خدي لك كده يعني 100 سنه بلاش حبتيه. عجبتيني؟ طبعا لا هو بينعجب فيي مش انا بنعجب فيه. ياسمين مش علي انا الحركات دي. ها طيب بصراحة حاسة قلبي عم يوجع دق. هو ده الكلام. صاروا اثنين. اثنين؟ ايه ميديا اتجوز حق واحدة ثانية بعد. انت ايش فيك؟ انا قاعدة اخبرك والله تدري شنو؟ الحق علي انا بصراحة بس. ايه؟ هذه ايش فيها؟ مالت عليك وعلى اللي يقول لك كل شيء. شو خبرينا؟ والله انا مش عارفه بتقولوا ايه عليها هنا عندكم في لبنان بس عندنا بنقول مشيتها برا العياده. شحطيها يعني قصدك شحطيها؟ هي دي شحطها. لا ما فهمت مين اللي شحطيها برات العياده. باميلا هو في غيرها؟ انت
انتي في ايه مالك؟ هالغشاش هالكاذب واحد خاين. مين؟ كريم جوزك؟ هو رجع؟ لا عامر. ماله؟ طلع مجوز. هيدا قد ما حظي حلو بالحياة. شرب هالقهوة شرب يا عمي. بعرف انا الوقت متاخر بس قطعت الكهرباء عندي وما في حدا يظبطها. بقلت بيجي بستعين من عندك بيل. ها؟ بيل ما بعرف انتوا شو بتقولوا له بس نحن بنقول له بيل او شاحن كهرباء. يعني انا هلا فيي روح اقول له بدي البيل؟ ايه يعني شو هالقلة الذوق؟ اخذ البيل طيب يرجعه. بجوز يكون خلص منه والوقت متاخر. طب ليه ما رجعه الصبح؟ اكيد متاخر بالزهره مع العينتين حبيبه القلب. بس كانت الكهرباء مقطوعه عنده وهو بده يصلحها. معقول تشوط الكهرباء؟ بونجور. بونجور. أنا جاية من شان ال قصدي إنه أنا جارتكم عندي هون بالبناية حدكم وكان بس عامر الدكتور عامر استعار مني بيل فكنت عايزة أرجع آخذه. طيب تفضلي. لا لا معليش شكرا أنا بس جاية أشوف إذا خلصتوا منه للبيل. ياسمين؟ هاي دكتور عامر. أنا بس جاية أشوف إذا خلصت من البيل. ريما حبيبي بتجيب البيل من جوا؟ اوكي. بليز تفضلي نشرب قهوة. لا معلش ثانك يو ما بحب القهوة بس معلش البيل. حقك علي بعرف كان لازم ارجع لك اياه بس خفت الكهرباء ترجع تروح. المهم انحلت. تفضلي. إذا بدكم شيء اتصلوا فيي. أكيد. يلا باي. باي.